ساكنين في منطقة فيها لي كولون. جوية الصيف سي لا ريجون دو سيتيف. المنطقة هذيك فيها بزاف لي كولون، وشفت لا ديفيرونس ما بين العرب وما بين الاسبانيول وما بين الخيرات كلها، ما هي سي با دي فري فرونسي. دونك هاك لا ديفيرونس هذيك وهاك لا بوفروتي اللي كان فيها الشعب الجزائري هذيك المنطقة هذيك، دائما عندي لا رونكون كونتخ لي فرونسي جوسكا بريزون. كنت نقرا حتى نجيب هو مهرج. الو الفران لي ماتر هذوك كلها فيف لا فرانس فيف لا فرانس. قلت انا فيف لالجيري، خاطر ما في الدار نهضروا غير على الجزائر، كاينين اللي في البيبيا وهذوك كلها نهضروا على الثوره بيان سور. يجي المعلم يضربني بزوج كفوف وقال لي علاه، شكون اللي علمك تقولي الجزائر؟ قلت خاطر انا جزائر، جو سوي نغابي جو سوي الجيريان. صحتني من هاك النهار ما دخلتش ليكول. بتيت ابتي كان يجينا دايما خالي، كان مع في المنظمة السرية يخدم في وسط البلاد ويهضر لي. أما ثاني الله يرحمها كلنا نهضروا غير عاطر، نسمعوا مسعودي. دونك هذاك كله دير لي الحب اكثر واكثر للجزائر. وليت رحت عند جيتي ديسيدي، ورحت عند جداتي في تبسه، وعملت من دارنا عملت ان بلان يلزمني نخرج، لازم نتصل بالمجاهدين. مي كومو ما كان حتى واحد يقول لي وراهم. واش درت واحد النهار كلهم راقدين، كي تنحى الكوفر فو فيغ 6 جو مو سي ديغيزي اون لوم اون غارسون، اي جي في ان تي مور ما غران مير، جو رجوان مي فخيغ مجاهدين، وحكمت الطريق. لقيت واحد السارح، قلت وانا جاهل المجاهدين نتاع ولاد سيدي يحيى، قال لي ها وذاك الدوار هذاك. قلت رد بالك اش ما تحضر، قال لي لا لا احنا بعدا رانا عندنا المجاهدين. رحت دربت على السلاح ودربت كوم سكوريست، ومن بعد كي تعلمت هذوما كلها ولا جيتي أغمي. اي جافي مون ارم، جافي انفان سو كي فو بور سو ديفوندر. ورحت مع ذاك ان جروب، لو جروب كوميساريا بوليتيك، الوغ فيه كلش، فيه لي سوان بور المجاهدين، انفيرمي وانفيرميير، فيه تو سو كي لو كونتاكت افيك لي سيفيل. لي واحد بور لي ميناج لي مين. ورحت معاهم، رحت افيك سو جروب لا كي تري امبورطون، لاشومينمون يا تو. كي سمعت الجزائر تقلد دخت. وين كنت في لي فرونتيير تونيزيان، خاطر من بعد دخلونا البنات الكل دخلونا. جي اون كريز دو لارم. على هذيك لا كريز دو لارم، على الموالي اللي ما يرجعوا لهمش المجاهدين نتاعهم، والمجاهدين اللي يروحوا ما يلقاوش مواليهم، قطتهم فرنسا. انايا بعد ما عنديش واحد شهيد في الدار، ولكن كنت عايشه الظروف هذوك نتاع الاهل اللي موليهم استشهدوا، ولادهم رجالتهم بنياتهم، وكنت نروح ويسخلت الجاي، وكنت نروح الاهالي هذوك
ما نقسم معاهم الضر، ضر وفرح. وشيتي با فاسيل. الجان هذو ما يردوا بالهم، ياكلوا خبز وماء ويقعدوا في بلادهم. خلي هما الخيرات كلها كاينين، غير اللي ما يحبش يخدم الله غالب. با يقولوا ما كاش الخدمه، كاين الخدمه. ساعات هكايا يقول لك انا واش راني ندير في الجزائر؟ واش راك دير؟ واش تروح تدير في اوروبا؟ في اوروبا واش تدير؟ تغسل المواعن وتروح الليشون تلم واش اسمه، هذه هي خدمتك. تروح تكنس لهم الطرق نتاعهم وقاريين لاباس عليكم. ما هنا تخدم، تخدم تنال، وإلا ما تحبش تخدم سي تو طافي نورمال، ما تنال حتى شيء. روح خلي الجزائر ترونكيل، ما عادوش تسبوا بلادكم. بلادكم راها عزيزة وتحبكم، اللي يحبها تحبوا، واللي ما يحبهاش راها تنفروا على حياته.